هوجه كلامي الى ابني، الى ابني انا، الى كل ابن في سن ابني او اقل من سن ابني، او الى كل ابن عنده اب بيخاف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الافاضل، متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لابني بصفة شخصية، وبقول لكل ابن بصفة عامة، خلي بالك الأب عمره ما بيكون عاوز لابنه إلا كل خير. الابن دايما بيكون شايف إن هو صاحب قرار أو إن هو كبر، فعلشان كبر ما ينفعش الأب يوجهه، مع العلم إن ده أكبر غلط بيقع فيه الابن، لكن بيعرف نتيجته فيما بعد مش في الوقت الحالي. الوقت الحالي هو شايف الأب بيتحكم فيه أو بيفرض عليه رأي أو بيفكر بطريقة قديمة شوية عن الزمن الحالي علشان خاطر ما يحصلش خطأ وما يحصلش مشاكل للابن. الأب دايما بيحرص كل حرصه على الابن يكون كويس، بعيد عن أي مشاكل، بعيد عن أي خلافات. الأب هو الشخص الوحيد اللي بيتمنى إن ابنه يكون أفضل منه، أفضل منه حالا، أفضل منه سلوكا، أفضل منه علما، أفضل منه ماديا، أفضل منه من كل نواحي الحياة. مفيش شخص بيتمنى إن حد يكون أفضل منه، حتى الأخ. الأخ مش بيحتاج أخوه يكون أحسن منه، ومفيش أخ بيقول أنا نفسي يكون أخويا أحسن مني وأغنى مني وأفضل مني. لكن الأب الوحيد في الدنيا كلها اللي بيقول أنا نفسي ابني يبقى أحسن مني، أنا نفسي ابني يبقى أفضل مني، أنا نفسي ابني يبقى أغنى مني. مفيش أي مشكلة عند الأب، نفسه ابنه في أفضل حال. المشكلة الكبيرة إن الابن مش بيفهم ده أو مش بيحس بيه إلا في وقت متأخر. يعني أنا لما أسترجع ذكريات الماضي وأسترجع آراء والدي رحمه الله، أقول كان عنده بعد نظر يتعدى السنين، لكن بعد زمن كتير قوي أرجع للوقائع حدثت يعني في الماضي، أطلب له الرحمة وأقول كان فكره يتعدى الزمن، ولو أنا سمعت كلامه في الوقت ده كان ممكن اتغيرت حاجات كتير. ولكن علشان أنا وقعت في التجربة وعرفت إن الأب هو قراره صحيح وقراره في منتهى المودة ومنتهى الرحمة ومنتهى كل حاجة، وقراره بينصب بالدرجة الأولى على المصلحة للابن، عرفت قد إيه إن الكلام اللي بقوله ده هو كلام في الصميم وكلام واقعي تماما. لكن هل الابن بيفهم الكلام ده؟ الابن على نفس الشاكلة بيعتقد إن الأب بيتدخل في شؤونه، ودايما الابن بيعتقد إن الأب بيفرض على الابن قرارات، مع العلم ان هي مش كده والله، لا هي لابني وانا متأكد تماما ان هي مش من اي اب. يعني كل اب هو نفسه يوصل ابنه لبر الامان، نفسه يحس ان ابنه كويس مرتاح مبسوط صحيا كويس، مش متأثر باي حاجة، بعيد عن اصدقاء السوء اللي ما اكثرهم في هذا الزمن. لما كل اب بيحب يبعد ابنه عن اصدقاء السوء، الابن بيعتقد ان هو تدخل في حياته الشخصية وتدخل في شؤونه. لكن نظرة الاب وخبرة الاب بتبقى هي حماية للابن. فبقول لكل ابن نصيحة، والله نصيحة، ونصيحة خالصة وصادقة لوجه الله، لابني اولا، ولكل ابن في منزلة ابني، ولكل بنت
انا مش بخص الابن كابن، هو الابن كابن وكبنت. اعرف ان والدك مش بيدور على اي حاجة في الحياة الا مصلحتك والا راحتك والا متعتك وانبساطك وفرحك وسعادتك. مش بيدور على ان هو ينكد عليك في قرار او في كلام او في موضوع. هو عايزك احسن واحد في الدنيا. الاب بيبقى عايز ابنه او بنته احسن ناس في الدنيا، باحسن الدرجات العلمية، باحسن حاجة من كل حاجة. فبالتالي بقول لكل الابناء والبنات، والله ابائكم هم اكتر ناس حريصين تماما على مصالحكم وعلى مستقبلكم، واكتر ناس يهمهم انكم تكونوا اسعد ناس في الدنيا، لانهم بيبذلوا حياتهم وبيبذلوا كل ما في وسعهم لاسعادكم، مش لان هم يضايقوكوا او مش لان هم يفرضوا عليكوا رأي. بالعكس، علشان خبرة الاب والام كذلك برضو، هم بيحاولوا يبعدوا الشاب او الشابة عن اي حاجة تكون فيها خطر ولو بنسبة 1 في المليون. فعلشان كده بقول احرص كويس قوي على وجود والدك في الدنيا، لان في الوقت اللي هتفقده هتعرف قيمة الوالد وقيمة وجوده في الحياة. مش هتشعر في الوقت الحالي لكونه حواليك ولكونه بيحميك بعد ربنا سبحانه وتعالى من حاجات كتير ومن أخطار كتير ومن مشاكل كتير. الحماية دي ربنا وجدها في الأب ونتيجة حبه لأولاده. فيما بعد أصله كل الناس لابد ليها من لقاء الله سبحانه وتعالى، والموت قريب من كل واحد. أي ابن مش هيحس بقيمة الأب إلا بعد ما يفقده، وهيعرف قد إيه كان خايف عليه وخايف على مصلحته وخايف على مستقبله، وكان بيعمل كل حاجة علشان يساعده. كل ما في إمكانياته بيعمله وبيبذله، وكل مجهود بيقدر يقوم بيه بيعمله علشان يسعد أولاده دايما. أرجو إن الفيديو يكون يوصل لأكبر عدد من الشباب، وكل شاب يعرف قيمة الأب والأم، وتحديدا الأب، لأن هو دايما الأب بيؤخذ عليه إنه بيتدخل شوية في شؤون الأولاد. يعني أتمنى من كل ابن وابني تحديدا انه يفهم ويعي مضمون الفيديو، ويفهم ويعي مضمون ان هو اهم حاجة عند الاب. ارجو يكون الفيديو افاد الناس حتى ولو بجزء بسيط من معلومات او اهمية او اراء، وان شاء الله يكون لنا فيديو قادم باذن الله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.